سمع سيباستيان خبرا يفيد أن فرقة كارلوس موجودة في مدينة صغيرة دير بازا، فذهب إلى هناك. الماء منعش جدا. مرحبا. ما الأمر أيها الصبي؟ هل تعرفين مكان فرقة كارلوس؟ فرقة كارلوس؟ نعم، فرقة مؤلفة من الغجر. أوه، فرقة رحالة، لكنني لم أسمع بها. أستطيع بيع أزهار الأكثر إذا اشتبعت بها. أوه، شكرا، شكرا يا سيدتي. لا، لا أعرف شيئا عن مكانهم. حقا، شكرا لك، ألف شكر. آخر؟ أنا عطشان. هاي أنا. ما الأمر؟ ماذا بك؟ ما الأمر؟ سيد، لقد نلت منه. ماذا تريد؟ ماذا فعلت؟ أعطني ما نشلته. نشلته ماذا؟ المكانيك، رأيتك بعيني الاثنتين. ماذا؟ مكانك؟ ألا تستطيع الرؤية؟ توقف عن ذلك، سأقوم بصفعك. تقول أنني سرقت المكانك، تحقق من ذلك. أين هي؟ لا شيء. سأنعم بي. توقف، لابد أنه أعطاها إلى أصدقائه. لا، كان هناك ولد في الزاوية. إنه هو، إذا لنلحق به. أيه، يجب أن أسرع. أنا رعب هذا الصبي يا بال، أين هو؟ ها هم قادمون لنختبئ. توقف أيها الصبي. لا إله إلا أنت. ماذا تفعل؟ يجب أن ننال منه. حاضر. إنها النهاية. ماذا يجب أن نفعل؟ مرحبا. ادفع اللوحة الثانية على اليسار في الأسفل. حاضر. ممر. تعال من هنا بسرعة. لقد جاءوا. أين ذهب الولد؟ ليس الولد، بل الكلب الأبيض. الكلب الأبيض، نحن نسعى وراء الولد. بدا وكأنه الكلب المطلوب. عن أي كلب تتكلم؟ الكلب المطلوب من الشرطة الفرنسية. الكلب الأبيض، سنحصل على الكثير من الجوائز إذا اعتقلناه. نعم، الأفضل القبض على الكلب أولا ثم نلاحق الولد. حسنا، لنجده. الكلب الشرير. كلا كلا، بالله
فاهمة. إليك، خذ هذا. هيا بنا يا بال. هاي انتظر، ما زال في الشباك، لا تخرج. ماذا؟ لما لا تأتي إلى منزلي؟ لا تخف، لن أخبر الشرطة. نعم، اسمي فيرو. أنا سيباستيان. الكبير هو بال والصغير هو بوتشي. هذا هو منزلي. هذه بيوت خالية. طبعا، سوف تهدم لإصلاح الشوارع. إصلاح الشوارع؟ نعم، يقولون إنها قديمة جدا ويخططون لبناء منازل جديدة. تعال نأكل مكانك. اخترتها انا، كيف تجدها؟ هذا لطف منك، لكن لا يمكنني البقاء هنا، يجب ان اذهب. خذ هذه حصتك من المكانك، لا يمكنك ان تبقى دون طعام. لا، لا اكل طعاما متروكا. كيف؟ جدي قال لي أن لا أكل طعام متروكا، فهذا حرام. أحمق، كيف يمكنك العيش دون السرقة؟ لن تتمكن من الأكل. لكن السرقة ليست بالعمل الجيد. ماذا؟ بل يعرف أنك لست سيئا وهو يسامحك على عملك. كيف يمكن للكلب أن يعرف ذلك؟ بل كلب ذكي جدا. هل تؤمن بالكلاب؟ طبعا، لأن بال صاحبي وأنا أحبه كثيرا. صاحبك؟ حسنا، نحن ذاهبون. إلى أين؟ يجب أن أجد أمي، لهذا السبب جئت إلى هنا. والدتك؟ نعم، هل تعرف فرقة كارلوس؟ فرقة كارلوس؟ هل تعرفها؟ نعم. أخبرني إذا كنت تعرف أينهم، أخبرني عن مكانهم. لن أخبرك. هاي سباستيان، اذهب إلى ضفة النهر، قد تجدهم هناك. ها؟ فرقة كارلوس موجودة على ضفة النهر؟ اكتشفت ذلك بنفسي. شكرا يا بيرو، إلى اللقاء. فرقة كارلوس موجودة على ضفة النهر، أستطيع رؤية أمي، أستطيع رؤية أمي. بل لنسرع إلى النهر. سيداتي سادتي، هذا هو عرض فرقة كارول. كارول العملاق الذي سيحطم هذه السلاسل بيديه القويتين. اذهبوا من هنا، اذهبوا الى المنزل، احضروا اهلكم اذا اردتم ان تشاهدوا ذلك. هيا اذهبوا. لا يستطيع ان يقطعها. تبا لهم، شاهدوا ذلك دون أن يدفعوا أولاد أشرار. أرسل المعذرة. اخرس، قلت لن أريك العرض دون أن تدفع. لا تبدو كأنك تعيش هنا. لا، لكن هل تعرف فرقة كارلوس؟ فرقة كارلوس؟ هل تعرف فرقة كارلوس؟ طبعا، كنت ذات مرة نجما في فرقة كارلوس، لكنني تركتهم منذ زمن. لم أكن شهيرا جدا، لكنني كنت واحدة من النجوم. لابد أنك تعرف أمي، أليس كذلك؟ والدتك؟ ما هو اسمها؟ إيزابيل، اسمها إيزابيل. هل تعرفها؟
ماذا تقول؟ اسمها إيزابيل؟ هل تعرف أمي؟ ما هو اسمه؟ أخبرني أيها الولد. اسمي سيباستيان. سيباستيان؟ أنت سيباستيان؟ نعم، هذه العيون تماما كعيون إيزابيل. هل تعرف أمي؟ أخبرني عن مكانها. ها؟ أين أغراضي الثمينة؟ وجدتها. هذه يا إيزابيل. ماذا؟ جميلة وبريئة حقا. نعم، لم يكن هناك أي فتاة ألطف منها. إيزابيل، حتى الشمس لم تكن أجمل منها. إنها أجمل فتاة على الأرض. اسمها يثيرني كثيرا. لماذا تحمل صورة أمي؟ ماذا؟ أنا لا أستطيع إعطائها لأحد. لا أملك غيرها ولا أستطيع التخلي عنها. أستاذ. ابن إيزابيل يقف أمامي. كم هذا غريب. هل تعرف أين هي أيها السيد؟ أخبرني. لم نلتقي منذ زمن بعيد. هناك مدينة تدعى جوديس في شرق غرناطة. اسأل كبار الغجر الموجودين هناك. كل الأخبار تصل إلى هناك، مثل من سافر وإلى أين. أنا متأكد أنهم يعرفون شيئا ما. غرناطة أين تقع هذا؟ إنها تقع إلى الجنوب من هنا. أترى؟ لما لا تؤلف فرقة معي؟ هذا الكلب يبدو لطيفا وقويا. إذا سافرت معي قد تجد فرقة كارلوس يوما ما. ماذا؟ وهذا الجرو أيضا يبدو وكأنه يستطيع القيام ببعض الألعاب، ثم نستطيع تدريبهما على ألعاب كثيرة. الكبير هو بيل والصغير هو بوتشي. بيل وبوتشي. في الحقيقة كنت أؤلف فرقا مع ولدي، لكنه هرب وتركني وحيدا كما ترى. حقا؟ هذه هي صورة ولدي، انظر إليها. هذا بيرو؟ ماذا؟ أنت تعرف بيرو؟ أين هو؟ أخبرني. نعم، كنت معه منذ بره. ماذا؟ أين؟ أين هو بحق الله؟ سأربطه بالسلسلة لأجبره على البقاء وأمنعه من الهرب. لا بل، إنه لا يحاول أن ينال منك يا بل، بل يكره السلاسل ولا يطيقها أبدا يا سيدي. لابد أن بيرو هرب لأنك تعامله بكسوة هكذا. أنا لا أقصد ذلك، لكنني أريده أن يصبح فنانا ماهرا ومشهورا. إذا عاملته بلطف أحضره إلى هنا. حقا؟ أين هو؟ إنه يسكن في منزل مهجور. انتظرني هنا سأذهب. حسنا يا سيباستيان، حسنا، لا تتأخر. أوبلا. من هذا؟ عدت أيضا يا سيباستيان. والدك يريدك أن تعود. لماذا هربت من والدك؟ أنت لا تعرف كيف تكون الأمور عندما تحاول جعل الناس تضحك.
هذا أفضل بكثير من السرقة. يجب أن تقوم بذلك لتستطيع العيش. هذا لا ينفع أبدا. أنت لا تعرف شيئا عن العالم. أنا سافرت إلى عدة أماكن ورأيت أشياء كثيرة. وأنا أيضا سافرت. أسكت، أنت لا تعرف إلا ما أخبرك إياه جدك. أنت أيضا لا تعرف شيئا. ماذا؟ أنت تطلب الكثير. يمكنك التجول مع والدك اللطيف فتصبح فنانا ماهرا. لا، إنه ليس أبا لطيفا. بلى، هو كذلك كان خائفا جدا علي. هل قال لك شيئا؟ نعم، قال إنك كنت أشهر وأفضل منه. وماذا أيضا؟ قال إنه بإمكانك أن تكون فنانا ماهرا، لهذا السبب كان صارما معك. هل قال ذلك فعلا؟ نعم. إذا قال ذلك، أبي، إنه أقوى إنسان في العالم. لقد جاءوا من أجل سيباستيان، ألم تعرف أنت ذلك؟ سيباستيان؟ وماذا قالت لك؟ جده قلق وهو يبحث عنه منذ مدة. هذا كذب، إنهم يحاولون اعتقال بيل وسيباستيان. ماذا؟ هل أخبرتهم عن مكانه؟ نعم، قلت لهم إنهم موجودون في الشقق المهجورة. كيف كنت تختبئ أنت في مكان كهذا؟ أبي، دعي أقاب إلى المضاعي، يجب أن أخبر سيباستيان بالأمر. أجل، هيا صعب. لماذا تطارد الشرطة سيباستيان؟ قل لي. يقولون إن الكلب الأبيض هو كلب شرير. لا توجد حيوانات شريرة، الشرير هو الإنسان فقط. ماذا جرى؟ تعطل المحرك. كدنا نصل، سأراقب الطريق. فات الأوان يا أبي، لقد وصلوا قبلنا. ماذا تقول؟ رائع، لم تمسك به الشرطة بعد يا أبي. أين سيباستيان؟ إلى مكان الشرطة. فات الأوان لتحذيره. حسنا، لنسترع انتباههم كي يفلت سيباستيان منهم. لكن كيف؟ كما تفعل كل يوم طبعا. هيا اذهب إلى هناك. نعم، إلى هناك. هيا انتشل أفضل قماشة في المحل واهرب. أبي، هذا أمر مني. لكن كيف أستطيع؟ ليس لدينا وقت. حسنا يا أبي، فهمت. تبا له، فاتني الكثير مؤخرا، يبدو أنني كبرت في السن. هذا الولد، ما رأيك بهذا؟ لن يفلت بيرو هذه المرة. والآن الخطوة التالية. نجحت يا أبي. ماذا تفعل؟ ابتعد عن الطريق. أنا آسف، سأحاول إبعادها، سأحاول. تأفل لك، أبعدها عن الطريق. آسف يا سيدي، هذا من أجل ابني إيزابيل، مع تحياتي قبضتي. أنا طلبت منه ذلك، لو لم يتصرف هكذا
لكانوا اعتقلوك أنت وبيل وأرسلوكما إلى السجن سويا. حقا؟ يا ترى أين بيل؟ لا تقلق عليه، يجب أن تهرب من هذه المدينة قبل أن يعودوا لاعتقالك. سيباستيان، سيباستيان، سلم لي على إيزابيل عندما تلقاها. قل لها إني بخير وأنا مشتاق جدا إليها وإنني أفتقدها كثيرا. نعم، كنت أنسى. خذ هذه، أريها إلى كبار الغجر عندما تصل إلى مدينة غرانادا. شكرا لك يا سيدي. موافق. اتركني. بضع خطوات ونزل. يا صبي لا تستطيع الهرب. لن أتركك أبدا. كنا سنصبح أصدقاء لو جاءوا معنا، كنا سنحصل على تصفيق كبير، ألا تعتقد ذلك يا أبي؟ أعرف ذلك، لكن الأهم أن يجد سيباستيان والدته إيزابيل سريعا. أريد أن أسألك يا أبي، لماذا كنت تحمل صورة والدة سيباستيان؟ ماذا؟ إنه أمر لا يعنيك. أبال، هل أنت بخير؟ أغضب ما رجال الشرطة، لم يكن هناك مفر من ذلك. كارول، أشكرك على الصورة. الوداع يا بيرو، حظا سعيدا لكما. بدأ سيباستيان رحلته نحو الجنوب محافظا على صورة والدته في جيبه. سيباستيان وبيرو لن ينسيا بعضهما أبدا رغم أنهما افترقا.